اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند دايما انتم متعودين من خلال هذه الفقره بتسمعوا كل الجديد. وانا مضطر دايما بتكلم على الجديد بخصوص دوري ابطال افريقيا ومباراه النهائي بين الاهلي وكايزر تشيفز، لنتيجه ان اللي بيتقال في وسائل الاعلام يوميا وكل ساعه وكل دقيقه في جديد، سواء في مصر وحتى الزملاء الاعلاميين والصحفيين في المغرب بقى ياخدوا كمان الكلام اللي بيتكتب في مصر ويشتغلوا عليه وبيطلعوا كمان معلومات جديده. فبقت في حاله بلبله عند الجمهور، وانا شايف ان ده مش في صالح النادي الاهلي، مش في صالح فريق كره القدم في النادي الاهلي. لسه عندنا اربع مباريات محليه، ولسه عندنا بطوله افريقيه، المباراه لسه بعد 17 18 يوم. لكن بنضطر ان احنا نرد على بعض التساؤلات والاستفسارات عشان الجمهور برده لما بيروح للبلبله دي بتعمل دوشه شويه عبر السوشيال ميديا. انا امبارح اتكلمت على فكره المباراه يا جماعه في المغرب، ومفيش اي قرار ولا في اي اتجاه لنقل البطوله من المغرب، وفريق كايزر تشيفز هيسافر من جنوب افريقيا يروح المغرب بدون اي مشاكل. وفكره ان اللي حصل في شهر فبراير الماضي لما اتمنع فرق جنوب افريقيا ان تروح المغرب بسبب الاجراءات الصحيه، ده كان موضوع في وقتها وانتهى بعد قرارات في اجتماع حصل ما بين مندوبي انديه جنوب افريقيا بوجود اتحاد جنوب افريقيا مع مسؤولي المسابقات ومساعد الامين العام انطوني بافو مع كمان مسؤولي الانديه المغربيه، واتفقوا خلاص الانديه جنوب افريقيه اي مباراه ليهم في المغرب هيسافروا. فالفكره دي يا جماعه بلاش نتكلم فيها خالص، المباراه في المغرب والبطوله في المغرب على الاقل لغايه اللحظه دي، لغايه اللحظه دي فريق كايزر تشيفز هيسافر وفرقته كامله، والعقود اللي انتهت 30/6 النهارده بيتجدد لها وهتكمل. الحالات الكورونا اللي موجوده خلال اسبوع بالكتير هيكون في تعافي وهيلحقوا المباراه، فالفرقتين هيكونوا جاهزين وكل الاجراءات بتتم في المغرب. امكانيه حضور الجمهور، كان في اجتماع المفروض اول امس ما بين وزير الشباب والرياضه مع الجهات المسؤوله في المغرب، وتم تاجيل هذا الاجتماع يوم الاثنين الجاي. وزاره الصحه في المغرب ابتدت ترسل وبتتكلم على فكره ان لازم يكون في نظام البابل والفقاعه الطبيه للفرقتين ولمسؤولي تنظيم هذه المباراه موجودين في كازابلانكا وفي نظام البابل قبل المباراه ب 72 ساعه، فكل الاجراءات التنظيميه في المباراه بتسير كما هي. حتى الاجتماع اللي انا نوهت عنه بالامس واحنا شغالين في الحلقه، اجتماع الموظفين واداره المسابقات كان موجود امبارح عشان يبداوا يحضروا لفكره سفر الفريقين، مقر اقامه كل فريق. خدوا بالكم يا مباراه واحده، فبالتالي اللي بيتحمل تنظيم هذه المباراه هو الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع الاتحاد المغربي، فلازم الفريقين لما يسافروا هيسافروا على حساب الاتحاد الافريقي، العدد اللي هيسافر هيكون قد ايه؟ فندق الاقامه اللي هيقعد فيه الاهلي وفريق كايزر تشيفز، عدد المقيمين في الاوتيل هيكونوا عددهم قد ايه؟ اي اعداد زائده؟ إيه عارفين انتوا فكره الامور اللوجستيه والتنظيميه، اكيد الكاف لازم يحضرها مع كلا الناديين عشان لما يرسل لهم كل التفاصيل المتعلقه بالتنظيم تكون كل الامور واضحه، كمان حضور الاعلام لهذه المباراه. لغايه اللحظه دي لسه الكاف ما فتحش فكره تسجيل حضور الاعلام للمباراه النهائيه عكس الكونفدراليه. ليه مستني؟ مستني رد وزاره الصحه في المغرب على حضور الاعلام عشان يبقى في حضور في ظل ان الدوري المغربي الاعلام المغربي ما بيحضرش المباريات. كل الامور دي بيتم تنظيمها الفتره الحاليه، فمش هتلاقوا اي تفاصيل رسميه بتعلن الا بعد الاتفاق على كل هذه الخطوط العريضه، ومن ثم يعني ظهورها في بيان رسمي للاعلام خلال الايام اللي جايه. فبالتالي خلال الفترة الحالية في ظل ان لسه مفيش معلومة رسمية، في اجتهادات كتير بقى، والاجتهادات الكتير للأسف انا يمكن رصدتها وكل الزملاء شايفينها ان هي بتطلع من مواقع رياضية في مصر او بعض البرامج عبر اليوتيوب او حتى من خلال بعض البرامج القنوات الفضائية. فانا زي ما قلت لكم الجديد لغاية اللحظة دي سواء في حضور الجمهور، حضور الإعلام، المباراة في المغرب 17/7 بقى هي اللي لسه فيها الكلام. ليه بقى؟ لان انت عندك خطاب رسمي اتبعت من اتحاد الكورة بالفعل للجنة المسابقات والاتحاد الافريقي بطلب تقديم موعد المباراة، وفي كلام على ان ممكن لو ما تقدمتش موعد المباراة يوم 14 او 15 مايو تكون عقب دورة طوكيو. برضو القرار في الامر ده مش قرار الاتحاد الافريقي وحده، الامر مرتبط بالسبونسر، بالحقوق التجارية والتسويقية، بالرعاة، بالاتحاد المغربي ودولة المغرب اللي هتستضيف المباراة، بفريق كايزر تشيفز. الامور دي بتاخد وقت على ما يتم التنسيق ليها، وفي اجتماعات جارية منظم امس ولسه النهارده وخلال الساعات اللي جايه لغايه لما يطلعوا بالشكل النهائي في هذا الموضوع.